منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبيه راحة إجبارية من التدريبات اليوم على أن يستأنف المارد الأحمر استعداداته المكثفة بدءا من غد، ثم الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة فريق الجونة على استاد الأهلي وي السلام في 9:30 من مساء يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع 16 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الإسكندرية والمؤجلة من الأسبوع 15 من مسابقة الدوري. وفي ظل ضغط المباريات كان الإرهاق سبباً في تغيير طريقة اللعب وخوض المباراة بتوازن دفاعي مع استغلال الهجمات المرتدة، واستطاع الفريق تحقيق مكاسب عديدة إلى جانب الفوز والحصول على 3 نقاط أبرزها عودة محمد هاني للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، والمستوى المميز لكل من المدافع الصلد سعد سمير ومعه الحارس الأمين محمد الشناوي والقائد رامي ربيعة والصاعد الواعد أحمد نبيل كوكا، ثم عزيمة جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز رغم الإرهاق في ظل الظروف غير المسبوقة التي يواجهها الفريق. وأغلق الفريق ملف مواجهة المصري أمس، وبدأ من الآن التفكير في خطة القبض على نقاط مباراة الجونة المقبلة بالدوري. وتأتي رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني في منح راحة للاعبين رغم ضيق الوقت خشية من الإجهاد والإرهاق البدني في ظل ضغط المباريات الشديد وخوض مباراة كل 48 ساعة، ولذلك فضل الجهاز الفني منح لاعبيه قسطا من الراحة قبل دخول دوامة المباريات القوية سواء في مسابقة الدوري وأبرزها ضد الاتحاد السكندري والزمالك، ثم مبارتي دور الثمانية بنهائي دوري أبطال إفريقيا. ويصر اتحاد الكرة حاليا على خوض النادي الأهلي مباراة كل 48 ساعة في الدوري بحجة إنهاء مسابقة الدوري يوم 30 من سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك على حساب اللاعبين والأندية التي تدفع الثمن غالية بسبب ضغط المباريات الرهيب الذي تتعرض له، وهو ما يعد أمرا غريبا على كرة القدم وبعيدا كل البعد عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق بالمسابقة. وأكبر مثال على ذلك خوض فريق المصري آخر مباراة له في مسابقة الدوري منذ 10 أيام، ثم حصل على راحة سلبية قبل مواجهة النادي الأهلي أمس، في حين أن الأهلي يلعب مباراة كل 48 ساعة. فبعد مواجهة الأهلي لإمبيا السبت الماضي ثم المصري أمس سيواجه الجونة بعد غد، وبعدها سيبدأ خوض مباريات الدور الثاني أمام المحلة ثم الاتحاد ثم الزمالك، وبعدها يعود الفريق لاستكمال منافسات دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.